والآن نمر إلى نوع خاص من طرق العلاج الذي يتعدى العقاقير والمواد الكيميائية وكل ما اعتدناه لعلاج الأمراض، وهي صفة جديدة وليست في الحقيقة ليست جديدة نمارسها دون أن نعير لها يعني خاصيتها من الحالة النفسية أو الحالة العلاقية التي تربط الطبيب مع مريضه. وسيتقدم الأخ الدكتور العلوي، هو من مجموعة شباب ام جي ماروك، الأستاذ الأخ عدنان العلوي سيتكلم عن العلاج بالموسيقى، وهو متضلع في موسيقى العود، فليتقدم مشكورا. عازف متميز على آلة العود. شكرا شكرا دكتور سارة. هذا الموضوع صرح أثناء الإعداد لهذا المؤتمر، وكان الدكتور برادة الذي أصر على هذا الموضوع، وكنت متخوف في البداية نظرا لعدم ربما ما عندناش معطيات علمية، ولكن بالبحث يعني أنا بنفسي يعني اتبعت وجدت مقالات عديدة في هذا المجال، وقد اخترت البعض منها وأعطيكم الخلاصات التي خلصت هذه الدراسة. سأتكلم عن لمحة تاريخية موجزة، ثم أتكلم على تأثير الموسيقى على جسم الإنسان، ثم الأمراض التي يمكن أن تعالجها الموسيقى. بداية، الموسيقى هي غذاء للروح وشفاء النفس، تفكك الأحزان وتهدئ الأعصاب، يتذوقها الرضيع والطفل والشاب، ربما حتى الجنين في بطن أمه كما سنرى. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في بيئة موسيقية، زقزقة العصافير وخرير المياه وهديل الحمام. والموسيقى قديمة قدم الإنسان وعرفت الشعوب عبر مختلف العصور، حتى قال أحد الحكماء: إذا أردت أن تتعرف في بلد ما على إرادته ومبلغ حظه من الحضارة والمدنية فاستمع إلى موسيقى. لذلك كانت العلاج بالموسيقى كان مجرد نظرية، إلا الآن أثبت العلم صحة هذه النظرية. أبدأ بمقدمة بهذه المقدمة بن عبد ربه قاضي إشبيلية أيام حكم الإسلامي بالأندلس، حيث قال أن الموسيقى مراد السمع ومرتع النفس وربيع القلب ومجال الهوى ومسلات الكئيب وأنس الوحيد وزاد الراكب لعظم موقع الصوت الحسن من القلب وأخذه بمجامع النفس. وقال أيضا أنه يتوصل بالألحان إلى حسان خير الدنيا والآخرة، فهل خلق الله شيئا أوقع بالقلوب وأشد اختلاسا للعقول من الصوت الحسن، لا سيما إذا كان من الوجه الحسن. يعني سأمر مرورا بسيطا على اللمحات التاريخية بالعلاج بالموسيقى، حيث أن الإنسان البدائي كان يستعملها لطرد الأرواح الشريرة التي كان يعتقد أنها سبب الأمراض، وربما لا زال هذا المعتقد مثلا في بعض الدول الإفريقية أو في مثلا أمريكا اللاتينية في الحضارات المايا إلى غير ذلك. لا ننسى الحضارة الفرعونية التي كانوا يعالجون الأمراض بترتيل منظم، وكذلك ننسى أفلاطون وفيثاغورس الذين ذكروا هذا العلاج بالموسيقى. كذلك في الحضارة العربية والإسلامية تطرق إخوان الصفا إلى مثلا، فقد استخرجوا ألحانا تخفف من ألم الأسقام عن الأمراض، وكذلك ابن عبد ربه قاضي إشبيلية الذي قال أن الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق فيصفي الدم ويرتاح له القلب وتهش له النفس وتهتز الجوارح وتخف الحركات. كذلك الكندي حيث قال إن كل وتر وتنغيمه وإيقاعه يؤثر على منطقة الماء في الجسم. كذلك الرازي وابن سينا عن مرض الميلانكوليا
حيث انهم اوصوا بالغناء وبالموسيقى لعلاج هذه الامراض. ننظر كذلك ابن جزله وداوود الانطاكي. كذلك في مارستانات مصر ايام الحمله الفرنسيه على مصر، حيث لاحظ الفرنسيون ان كانوا يعزلون المرضى الذين يعانون من الارق فيشنفون فيها اذنهم بسماع الحان الموسيقى الشجيه. كذلك في مارستانات حلب كذلك كانوا يستعملون الموسيقى للعلاج. لا ننسى كذلك مارستان سيدي فرج بفاس الذي كان الذي يعتبر اول مستشفى للامراض النفسيه الذي عالج بالموسيقى حقيقه الى حدود سنه 1944، حيث كان يعالجون بالموسيقى الاندلسيه المغربيه، وكانوا كانوا في كل اسبوع ينظمون حصه علاجيه للمرضى، ويلاحظ ان يلاحظ هذا الاثر على المرضى بعد يوم او يومين من هذا العلاج. هذا فيديو مشتق من برنامج وثائقي جزيرة وثائقية يتطرق إلى هذه الظاهرة. نستمع جميعا. الصوت الصوت عطارين سيدي فرج مثلا كان في كل أسبوع في يعني في يوم الخميس من كل أسبوع يذهب جوق الموسيقى الأندلسية ليؤدي للناس الذين يشتكون من خفة في عقولهم وكذا، يؤدون لهم ألحانا لكي يستريحوا لكي يهدأوا. قال لي صاحب من الناس يا عاشق من وصل صبرا، قال لي صاحب من الناس يا عاشق من وصل صبرا. جميل لي هذا هو الأساس. كذلك في العصر الحديث في الطب الحديث ظهر العلاج بالموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ابتكر الأطباء مجموعة من الآلات تستعمل الصوت لعلاج مثلا الأطفال الذين يعانون من التوحد أو من ضعف استثقال في الكلام، وكذلك لإزالة المجهود العضلي والضغط الدم. لا ننسى كذلك الدول العربية حديثا، فأيضا تأسيس الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى في مصر سنة 1950، وفي تونس كذلك، وفي الأردن وكذلك في لبنان، حيث بدأوا طوروا معهدا خاصا لتخريج متخصصين في هذا النوع من العلاج. أمر الآن إلى ما هو علمي، تأثير الموسيقى على جسم الإنسان. في هذه الدراسة ميزوا بين أربع مستويات من التأثير. المستوى الأول ألف، ومستوى الثاني ألف، المستوى الأول باء، هما استجابات تهم جميع الناس، يعني جميع له ذاكرة موسيقية يا إما تعلمية يا إما مكتسبة. المستوى الثاني هو التنشيط الإدراكي للمناطق العصبية، ثم المستوى الثالث يحفز التماسك ما بين هذه الدوائر، والمستوى الأخير وهو المستوى الخلوي والجيني. فالمستوى الأول تعلمي ينشأ مع الإنسان منذ طفولته ومنذ نشأته مرورا بمجموعة مراحله مراحل العمرية، ولذلك هذا التأثير يؤثر بطريقة يجعله ذاكرة عاطفية أو ذاكرة عواطف مرتبطة بنوع معين من الموسيقى، وهي مختلفة باختلاف الثقافات وباختلاف الإنسان. أما المستوى الباء هو مستوى مكتسب، حيث بينت الدراسات أن الجنين في بطن أمه منذ أن يبدأ تكون الجهاز السمعي فهو يتأثر بالأصوات المحيطة به، بالتالي تكون استجابة مكتسبة فطرية. المستوى الثاني وهو تنشيط المناطق المسؤولة عن الانتباه والإدراك والسمع والوظائف التنفيذية والذاكرة. فمثال في هذه الدراسة مثلا، هذه هي المناطق في الدماغ التي مسؤولة عن التأثير الموسيقي. نلاحظ في اللون البرتقالي نجد على المخ، الدماغ، المنطقة الخضراء والدماغ الأوسط، ثم المنطقة الزرقاء
الزرقاء هي منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة، والمنطقة الحمراء هي المنطقة القشرة الجبهية الأمامية. ثالثا نحف كيف تحفز هذا التماسك العصبي، فقد قامت هذه الدراسة أيضا بدراسة تصوير عصبي لأشخاص يستمعون مثلا إلى الموسيقى، ونصور بالإشعاع ما هي المناطق التي تكثر فيها هذه الاستجابة. فكانت المنطقة هي منطقة اللوزة في شقها السطحي الأيسر والقاعدي الوحشي الأيمن، ممثل هنا باللون الأخضر والأحمر، ثم منطقة الحصين الأمامي، ثم منطقة القشرة الحجاجية الجبهية، والباحة الحركية الإضافية، والباحة الحزامية المنقارية، والمهاد الإنسي الظهراني للطالمس من يونغسال، ثم منطقة المخطط البطني الأيمن والنواة المذنبة اليسرى ويقوضيغوش، ثم كذلك لا ننسى الفص الحزامي الأمامي والقشرة الدماغ يعني الفص الصدغي السمعي والفص المذنب المخفي والقشرة الجبهية في شقها الوحشي اللاتيرال. نشرت كذلك هذه المجلة يعني مجلة طب الشيخوخة الفرنسية، حيث قاموا بدراسة خلاصتها أنه كلما مارس الإنسان أو استمع إلى الموسيقى يزداد حجم الهياكل هذه الدماغ التي ذكرناها، ويزداد حجم الروابط بين هذه الهياكل، وتزداد كثافة قشرة الدماغ قشرة الرمل المادة الرمادية عفوا في القشرة الحركية والسمعية، وأن كثافة هذه المادة الرمادية عند الموسيقيين الذين يمارسون الموسيقى أكثر من غير الموسيقيين، ولا ترتبط هذه الكثافة بسنوات الممارسة عفوا بسن أو بداية التعلم بكثر ما ترتبط بمدة ممارسة هذه الموسيقى. المستوى الخلوي والجيني ففيه الدراسات غير مستكشفة نسبيا، وقد تتطلب مزيدا من الدراسات، إلا أنه يمكن في هذه الدراسة فقد عرضوا مجموعة من الخلايا العصبية لاهتزازات صوتية، فلاحظوا عند 40 هرتز ينتج يتضاعف معدل النمو هذه الخلايا. كذلك عند الاهتزاز الصوتي تنشط البطانة الداخلية للأوعية الدموية فيزيد إطلاق أكسيد النيتريك، بالتالي تتمدد الأوعية الدموية ويتحسن تدفق الدم. كذلك عند 60 هرتز يؤثر على نمو العظام وكتفها بتقليل الأوستيوكالسين والفوسفاتاز الحمض. دراسة أخرى قاموا بدراسة مجموعة من العوامل البيولوجية تتغير عند استماع الموسيقى، فقد لاحظوا انخفاض في الكورتيزون، وانخفاض في الأدرينالين، وانخفاض في البيتا أندروفين، وانخفاض في البروتينات الالتهابية مثل الانترلوكين 6. بالمقابل يزداد إفراز الأوكسيتوسين وهو هرمون من هرمونات السعادة، وكذلك زيادة في هرمون النمو. أما على المستوى الجيني فهو غير مستكشف نسبيا، دراستين يتيمتين قالوا بأن الاستماع إلى موسيقى كلاسيكية مثلا مدة 20 دقيقة يؤثر على اللايرين ترانسكريبتاز يعني على تعبير الجينات ليس على الدائن بحد ذاته، وهذه الجينات هي مسؤولة بطبيعة الحال على إفراز الدوبامين. إما دراستين يعني الجانب الخلوي والجانب الجيني غير مستكشف لحد الآن نسبيا. الآن ما هي الأمراض التي يمكن معالجتها بالموسيقى؟ فمجالات استخدام كثيرة مثلا في طب الألم، الرعاية الصحية، في طب الأعصاب والطب النفسي، طب الأطفال كذلك، وأيضا في التربية العلاجية كذلك. مثال لهذه الدراستين قاموا بهذه الدراسات في مرضى المصالح النفسية، وقد لاحظوا أن استماع المرضى إلى الموسيقى يحسن نوعية جودة الحياة ويقلل من الاكتئاب والتوتر. مثال لهذه الدراسة أنه إذا استمع مرضى الاكتئاب إلى الموسيقى فهم يعالجون بشكل أقل مما إذا خضعوا للعلاج وحده، وبذلك فهذا العلاج بالموسيقى ليس له أثار جانبية ويمكن وقليل التكلفة، إذا يمكن اللجوء إليه.
ايضا موسيقى لعلاج الارق مثلا، تدبير القلق والخوف. مثلا نلاحظ ان عند فحص الحوض عند النساء مثلا في التحري ديال بشطاج ديال سرطان الرحم، فنلاحظ كيكون بعض التوتر لدى النساء. بالتالي اوصت هذه الدراسه باستخدام الموسيقى كنوع من الاسترخاء وتقليل هذا التوتر. ايضا يمكن ان نقلل من الالم والقلق خلال العمليات الجراحيه، يعني يمكن استخدام قبل وبعد لتقليل لكي يكون ينخفض معدل التوتر والقلق لدى المرضى ويقل استعمال المواد الافيونيه والمورفين. كذلك الموسيقى لعلاج الفصام السكيزوفرني، فالموسيقى تعالج الحاله، تعالج فقط حاله الفصام وايضا الحرف في معالجة لحظية وليست معالجة على طويلة الأمد. كذلك هناك غياب معطيات حول التأثيرات على السلوك الاجتماعي والتأثيرات طويلة المدى كما ذكر. أيضا ممكن علاج الموسيقى استخدام موسيقى لعلاج الحبسة التعبيرية لافازي دو بروكا، فقد أوصت الدراسة أنه يمكن اعتماد العلاج بالموسيقى ليس فقط لأجل استعادة الكلام وإنما لتحسين الحالة المزاجية المنخفضة للمريض الذي يدرك المشكل الذي هو واقع فيه. أيضا يوصي الدراسات لاستخدام الموسيقى لعلاج اضطرابات الوعي وكذلك داء باركنسون لتسهيل فقط لتحسين الحالة وليس فقط ليس لعلاج الجذري القاطع. أيضا الموسيقى لعلاج التوحد، فقد هذه الدراسة أظهرت أن الأطفال المتوحدين يستجيبون بشكل إيجابي للتجارب الموسيقية بنفس ردود الفعل التي يستجيب لها الموسيقيون المتمرسون. نعم، لذلك فالعلاج بالموسيقى لدى الأطفال المصابين بالتوحد يزيد من سلوك المشاركة والمشاركة العاطفية، يحسن التفاعل الاجتماعي والتفاعل مع الأقران، وكذلك ينمي مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية المعرفية ويساعدهم على التنظيم والتخطيط. وهنا أعطيكم فيديو لطفل شاب مغربي توحدي حاصل مؤخرا على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعازف كذلك وممارس للموسيقى. الصوت لا يجي. الصوت دابا ميول نحو الفنون التراثيه، تحديدا الفن الاندلسي والملحون، فن ضرب ملحون والامداح وما شابه ذلك. طبعا انا دابا في السنه السادسه ديال لوندالو في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط. ايضا تستعمل الموسيقى لتدبير الالم، وقد خلصت هذه المراجعات المشموله ان الموسيقى لها تاثير على الالم، بحيث انه لم يتم ابلاغ عن اي احداث سلبيه، يعني ليس هناك اعراض جانبيه للعلاج بالموسيقى. وكذلك توصي هذه الدراسه باستخدام الموسيقى خلال العمليه الجراحيه كما قلنا
لتقليل الألم وتقليل استخدام المواد الأفيونية. كذلك ممكن في نفس الإطار استخدام الموسيقى على مرضى الحروق وكذلك على مرضى الزرق الغلوكوم. أيضا يمكن استخدام الموسيقى لدى المرضى المصابين بالسرطان، فهي تحسن الحالة الذهنية وتحسن يعني تساهم في أن المريض يستجيب للعلاج ويخضع لهذا العلاج. تقريبا دراسات كلها متشابهة، سأمر في مهم هذا في هذا المقال أنه أخضع المرضى الجهاز التنفسي لظروف غنائية، مثلا مرض القصب الرئوي المزمن. فقد لاحظوا أن المصابين بهذا المرض عندما يتلقون دروس في الغناء تتحسن الحالة التنفسية ويشعرون بارتياح أفضل. نفس الشيء بالنسبة لمرضى الربو، ونفس الشيء بالنسبة لمرضى تليف لافيبروس كيستيك، تليف الكيسي. بالتالي توصي هذه الدراسة باستخدام الغناء كعلاج مساعد لأمراض الجهاز التنفسية وتسهيل الامتثال للعلاج. لا ننسى كذلك الخدج يعني البريماتوري. فلاحظوا أن الموسيقى عند الخدج تعدل مستوى الأندورفين، وأن الجهاز السمعي يبدأ في وقت مبكر يعني 24 أسبوع من الحمل، يستطيع الجنين أن يتفاعل مع الأصوات كما قلنا، مع الأصوات المحيطة به. وكذلك أن استخدام هذه الموسيقى مع بين الوالدين الرضيع يساهم في تحسين ظروف الاستشفاء وتقليل إجهاد الألم. كذلك في هذه الدراسة أن هناك تحسن في معدل ضربات القلب وتغير معدل التنفس إلى غيره من الضربات التي تصاحب إنعاش الخدر. كذلك تستخدم الموسيقى في الرعاية التلطيفية يعني لسواء بالياتيف لتحسين جودة الحياة. كخاتمة، فالموسيقى فن وعلاج عبر مختلف الحضارات الإنسانية، وأثبتت الدراسات أنها لها تأثير إيجابي على جسم الإنسان وفعاليتها لعلاج مجموعة من الأمراض، وكما أنها علاج يسير رخيص التكلفة ومتاح وليس له أعراض جانبية. وبذلك يمكن اعتبارها أن تصبح أو يمكن أن تصبح أداة ضرورية في العيادات الطبية السماعات وكالجهاز المصداعي يعني الإيكوغراف، وربما تكون أقوى من أقراص الأسبرين ومسكنات الألم وأدوية الضغط. وأختم بالمقولة الشهيرة لأبي حامد الغزالي حيث قال: من لم يحرقه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المنهج ليس له علاج. شكرا دكتور العلوي على هاد التفسيرات حول الموسيقى. حقيقة أن الكل يعرف مدى تأثير الموسيقى على النفسية الروحية والجسم والعقل وكل الجوارح. وأنا شخصيا أتذكر وجود هذا العلاج بمستشفى الرازي في السبعينيات، وكان له تأثير إيجابي، لكن مع الأسف في السنوات الأخيرة تم حذفه لا أدري لماذا، ولكن كان له تأثير إيجابي جدا. أتمنى أن يرجع هذا النوع من العلاج لأنه ترفيهي ولا يمكن له أن يكون إلا إيجابي. هل هناك من أسئلة في الحضور؟ تفضل. دكتور إسماعيل عدنان، أنا أطلب من الدكتور راموز أن يعطينا كلمة في هذا الموضوع، موضوع الموسيقى، لأنه كان يشاع أن الموسيقى حراما، وهناك حديث، ولكن هذا الحديث هو ضعيف، والآن تغير الأمر لا عند العلماء ولا عند المحدثين المعاصرين بأنها ليس فيها حرمة. وأنا أطلب من الأستاذ راموز أن يعطينا دور الموسيقى في علاج الأمراض النفسية. شكرا. شكرا
دكتور الوافي، ولكن يبدو أن مداخلتي الأولى قد قلبت الموضوع وأعطت صورة عني مخالفة عن طبيب نفسي تخرج من كلية الطب الدار البيضاء. على كل حال ما قدرش نجاوبك على السؤال، لست من أهل الاختصاص، ولكن أعطتني الفرصة لكي أشكر زميلي دكتور عدنان العلوي إسماعيلي، أعجبت بمداخلته من أولها إلى آخرها. بقيت نقطة ثانوية جدا ودقيقة جدا، وقد قالها ولكن لم يؤكد عليها بجميع أضغاثه بل بضغط واحد. جميع العلاجات ديال الأمراض النفسية لها علاجات كوديفية، يعني مقننة. ماذا نفعل في الخطوة الأولى، ماذا نفعل في الخطوة الثانية، ماذا نفعل في الخطوة. أما باقي العلاجات من رسم وفنون تشكيلية وتعبيرية وموسيقى وكذا تسمى علاجات تكميلية، بمعناها لا أستطيع أن أترجم الكلمة، إيغوثيرابي، بمعناها العلاج الترفيهي. فهي علاجات مكملة ولن تكون أبدا علاجات أساسية جذرية، لأن الدكتور علوي إدريسي قد قالها ولم يؤكد عليها، وقد يكون من الحاضرين من سيخرج بخلاصات مخالفة لما يقصد إليه زميلنا الدكتور علوي إدريسي. شكرا جزيلا وتبارك الله عليك، ومداخلة طيبة قيمة جدا جدا، شكرا جزيلا. أظن أن هذا العلاج بالموسيقى هو بمثابة ما نصيب لمرضى السكري مثلا او الامراض الايديه من علاجات على نطاق التغذيه، هي مكمله للعلاج الاساسي اكيد. استاذ تفضل. جزيلا سي العلوي، نتكلم عن الموسيقى. اي موسيقى؟ واش بيتهوفن ولا موزار ولا اندلسيه ولا الشيخه؟ لا ولا هذه الموسيقى. علاش؟ لانه كباقي الادويه والعلاجات ربما هناك اثار جانبيه. انا سوف اكون من جهه اخرى، هل هناك اثار جانبيه سلبيه للموسيقى كالموسيقى الصاخبه التي تلوث العقل والاذن والجسم ايضا ربما؟ الاجابه على السؤال، الدراسات كامله اللي قدمتها كانت عن الموسيقى الكلاسيكيه الهادئه. ما يقابلها عند في كل ثقافة في كل بلد هناك موسيقى كلاسيكية هادئة وهناك موسيقى صاخبة. الموسيقى الصاخبة لا يمكن اعتبارها بشيء من الأشكال نوع من العلاج في نظر الشخصي. أما تأثير الموسيقى كما قلت، المستوى الأول من التأثير هو مستوى تعلمي ومكتسب، يختلف باختلاف الأشخاص. قد يستمع شخص إلى الموسيقى الكلاسيكية وتساهم في علاجه، وقد يستمع شخص آخر إلى آخر من الموسيقى مثلاً الجناب أو العيسى وتكون سبب في علاجه. بالتالي تختلف الثقافات وتختلف نوع الموسيقى المستعملة. شكراً. شكراً. أظن أن هناك سؤالين نأخذهما. تفضل. هذا موسيقي ثاني في مكتب ام جي ماروك، موسيقي ومغني في نفس الوقت. شكرا. وشاعر. شكرا. تنشكر السي زميل عدنان، محاضره قيمه بالفعل. ما عرفتش كيفاش نوضع السؤال. تيقول نيشت قال لك لولا الموسيقى لكانت الحياه عبث، يعني سوغينيغ لا في سون ميوزيك ايتونيغ. ما عارف واش صح ولا لا، ولكن بغيت نقول لك الموسيقى ديالنا مثلا هل هي ايجابيه ولا سلبيه؟ الموسيقى ماشي كلها بطبيعه، عندنا موسيقى ريبرتوار تبارك الله عندنا جميل جدا. الموسيقى ما يعرف بالموسيقى الروحيه مثلا عيسى واح ماتشا جلاله جو سي با، بحال هذه الموسيقى هذه واش هي علاج أو لا هي هستيريا، يعني تعكس واحد نمط يعني سلبي على 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 التاريخ ديال الموسيقى في هذا هو السؤال ديالي. شكرا. وإجابة على السؤال، ولا كما أستاذ أموس قال لك أن المرجعية الروحية الدراسات كلها قامت في الغرب ونحن أولى أننا نقوم بالمرجعية الروحية، كذلك من الموسيقى ديالنا المغربية متنوعة
وقيل اعتبارها عالمية ربما، ما كاينش دراسات في هذا الصدد حول تأثيرها العلمي. ما قدم هو دراسات غربية على الموسيقى الكلاسيكية، يعني نفس ندوم في نفس الدوامة، سواء بالموضوع المرجعية الروحية سواء بالموضوع العلاج بالموسيقى. نأمل أن يكون هناك دراسات في هذا الباب، لأننا في حاجة لتوضيح أكثر، ولا سيما أن في أوساط الشعبية نرى عدة اختلالات في هذا العلاجات. آخر سؤال من فضلكم، تفضلي سيدتي. جزيل شكرا على مداخلتك القيمة. لدي فقط سؤال حول سؤال واحد حول الدراسات التي تم تقديمها، هل كانت متعلقة بالموسيقى والغناء أم بالموسيقى وحدها دون غناء؟ وهل للإنشاد دور أيضا في 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 العلاج من بعض الأمراض النفسية أو من التوتر أو في الإحساس المريض بتحسن من الناحية النفسية، أم أنها كانت مقتصرة فقط على الموسيقى وعلى العزف الآلات؟ وشكرا. جميع الدراسات شملت جميع الدراسات، دراسات على تأثير سماع الموسيقى، دراسة على الموسيقيين في حد ذاتهم الممارسين، دراسة مثلا في الأمراض النفسية، دروس الغناء لمرضى الأمراض النفسية، يعني دراسة كلها شاملة. أظن أن الموضوع شيق وسوف لا ننتهي من الأسئلة، فنضع حدا لهذا التساؤلات، ولنا إن شاء الله فرصة قادمة للمجادلة في هذا الموضوع.